بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرسطة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مكملين مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء السادس، الباب السادس، سينيالي إنديكاسيوني، الإشارات الإرشادية. النهاردة هناخد الإشارة رقم 7، سينيالي دي بيرسراسيوني، إشارة اختيار مسبق. هنتكلم فيها على إشارتين اتنين مع بعضهم على أساس إن فيهم تشابه أو الاتنين بيعتبروا زي بعض. أول إشارة معانا سينيالي دي بيرسلاسيوني إكستوربانا، إشارة اختيار مسبق خارج المدينة. الإشارة الثانية سينيالي دي بيرسلاسيوني أوربانا، إشارة اختيار مسبق داخل المدينة. يبقى واحدة داخل المدينة والثانية خارج المدينة، الاثنين سينيالي دي بيرسلاسيوني إشارة اختيار مسبق. عرفت ازاي ان ده داخل المدينة وده خارج المدينة؟ من الالوان، سيلفون دو بلو، الخلفية باللون الازرق، بيبقى الاشارة موجودة على استرادا اكستوربانا، الطرق الرئيسية خارج المدينة. سيلفون دو بيانكو، لما تبقى الخلفية باللون الابيض يبقى الاشارة موجودة على استرادا اوربانا، يبقى سينيالي دي بيرسلاسيوني اوربانو، سينيالي دي بيرسلاسيوني اكستوربانو. نشوف مع بعضنا كده اشاره وايه اللي هي عايزه تقوله. ادي سينيالي دي بيرسلاسيوني اكستوربانو، اشاره اختيار مسبق خارج المدينه، على الطرق الرئيسيه خارج المدينه. عايز يقول لي ايه؟ انديكا كي سي او كيتشي اونا استرادا اكستوربانا، نمرة واحد عايز اعرفك انك دلوقتي الطريق اللي انت ماشي عليه تشاؤونا استرادا اكستوربانا، في طريق رئيسي خارج المدينة. بيو افانتي سيتشي اونا استرادا كي سي دي فيدي دي دو كورسية، قدام شوية الطريق هيبدأ يتقسم او يبدأ المسار يتقسم الى ممرين اتنين، يبقى الطريق هيصبح ممرين اتنين قدام مني اهو. ادي الكراجات اللي قدام مني وفيها دو كرسية، ممرين اتنين. الممر الاولاني السهم دريتو بسكيرا، والسهم الثاني ناحية اليسار تنعطف يسارا بارا، يبقى عندي هنا اتجاهين اتنين، كل اتجاه له كرسية، كل اتجاه له ممر. وطبعا عندي الخطوط متقطعة، طالما الخطوط متقطعة يبقى أنا أقدر أتنقل من الممر ده للممر ده. لو أنا عندي هنا في الممر أو في اتجاه بسكيرة ممكن أدخل في الممر اللي في اتجاه بارا على حسب الاتجاه اللي أنا عايز أروح عليه. يبقى هنا سي جيراري أسينسترا، جيرا سينسترا هتحود سينسترا تحود شمال، للي رايح فين؟ بير أنداري أبارة، يبقى اللي عايز يروح بارا يجب عليه ان هو يدخل في الممر الايسر، يجب عليه جيراريا سينسترا او اسفولتا سينسترا، يدخل ناحيه اليسار للي عايز يتجه الى بارا. طيب سي فا دريتو، اللي عايز يطلع بقى دريتو، سي فا دريتو بيرانداري باسكيرا، يبقى اللي يطلع دريتو ياخد الممر اللي هو على الايمن او يستمر في نفس الاتجاه دريتو. طبعا هنا الخطوط متقطعه تقدر تتنقل بين الممرات لحين لما يكون الخط متصل. ده بالنسبه للسينيالي الاول. نشوف السينيالي اللي معانا الثاني، سينيالي دي بيرسلاسيوني اوربانو، اشاره اختيار مسبق داخل المناطق السكنية أو داخل المدينة. إنديكا أونا بيرسلاسيوني دي كاناليزاسيوني أوربانا، يبقى عندي هنا منطقة اختيار مسبق داخل المدينة. عرفت إزاي؟ الفوندو بياك، الخلفية بيضة، يبقى على طول هنا الطريق داخل المدينة. يبقى طبعا هنا الطريق سلسترادا دي فيدي تريكورسية، عندي هنا الطريق هيبدأ يتقسم إلى ثلاث ممرات زي احنا شايفين اهو، ثلاث ممرات أو تريكورسية، يعني في عندي ثلاث اتجاهات. وطبعا عندي الممرات كلها الخطوط الاستريتشا ثلاث اتجاهات أو الاستريتشا ديسكونتينو، خطوط متقطعة معناتها تقدر تتحرك أو تتنقل بين الثلاث ممرات أو الثلاث اتجاهات. عندي هنا كونسنت دي ان متراس ان الكرسية دي كاناليزاسيوني ان بارتكولار، يبقى انت يجب عليك ان تدخل في كل ممر من هذه الممرات الثلاثة بحذر وحرص.
طيب هنشوف مع بعضنا كده سيفا ديريتو اللي عايز يطلع ديريتو بيرانداري لوكاليتا توريستيك. عند هنا طبعا العلامة البنية هنا الخلفية باللون المروني، طبعا الخلفية باللون المروني البني معناتها ان المناطق دي مناطق سياحية لوكاليتا توريستيك. يبقى هنا اللي عايز يوصل للمناطق السياحية يدخل في الممر الأوسط، الكرسية شنترال الممر الأوسط برانداري لوكاليتا توريستيك سيلفوندو ماروني، يبقى هنا كرسية ديل ميتزو، يبقى ندخل في الممر النص عشان نوصل للمناطق السياحية. طيب جيرا سينسترا بير تيرن، يبقى هنا عايز يوصل لتيرن ياخد الممر اللي هو على اليسار جيرا سينسترا. طيب اللي عايز يدخل يمين بقى سيجيرا ديسترا بيرانداري الشينترو ديل شيتا، اللي عايز يوصل لوسط البلد او داخل المدينه ياخد على طول الممر الايسر. يبقى على حسب اتجاه السهم موجود البلده اللي انت هتتجه عليها. ندخل بقى مع بعضنا كده ونطبق الكلام ده بصيغه عمليه في حل الاسئله، لان اللي يهمنا ازاي نقدر نحل الاسئله بعد ما خدنا الكلام ده كله. نشوف مع بعضنا كده اول سؤال بيقول ايه. السينيالي رافيجراتو ايبوستوس استرادا اكستوربانا استفيزا اندوا كرسية. نمسك مع بعضنا كده ونشوف عايز يقول ايه. الاشارة الممثلة بتتواجد على طرق خارج المدينة. يبقى اول حاجة اتحقق الاول اشوف الاشارة دي فعلا موجودة على طرق استرادا اكستوربانا ولا لا. قلتها ان الخلفية باللون الازرق على طول هقول له صح. نكمل بقية الكلام. استفيزا دي اندوا كرسية يعني الاشارة او المسار بيتقسم الى ممرين، قلتها قدام مني ممرين اتنين على طول بقول له زيرو. يبقى اثناء حل السؤال تقدر ازاي تتعامل معاه؟ تبدا تقرا في السؤال او تسمع في السؤال، طول ما الكلام ماشي مظبوط صح تكمل الاسئله او تكمل السؤال او الكلام للاخر طالما كل الكلام مظبوط. لكن لو وصلت الكلمه ان هي غلط على طول ما بتكملش بقيه الكلام وبتقول فالسو على طول. يعني على سبيل المثال لو قال لي السينيالي فيجراتو ايبوست سوسترادا اوربانا لغايه كده هقول له ستوب واقول له فالسو، مش محتاج ان انا اكمل بقيه الكلام اللي جاي بعد كده لان انا خلاص وصلت للاجابه اللي انا عايز اوصل لها اقول فالسو. لكن لو هو على سبيل المثال برضو على الشكل ده بوستو سوسترادا ايكستوربانا الكلام ده مظبوط يبقى نكمل بقيه الحوار. استفيزا دي دوا كرسيه بتقسم الى ممرين اقول له فيرو. يبقى لازم تمشي مع السؤال لغايه الاخر طالما الكلام ماشي صح. اما لو لقيت نقطه وصلت غلط على طول ما تكملش بقيه الكلام. يبقى اول سؤال فيرو. نشوف سؤال اخر. السينيالي رافجراتو برافيزو ونازونا دي برسلسيوني كوندوا ديستانسيوني. يبقى هنا بيقول لي ان الاشاره الممثله بتقول عن منطقة اختيار مسبق، يبقى دي اسمها زونا دي برسلسيوني، منطقة اختيار مسبق من أحد الاتجاهين اللي موجودين قدامنا كوندوا ديستانسيوني، أقول له برضو هنا إيه؟ فيرو. السينيالي رافيجراتو انديكا الكونديشنت ديريتو عبارة دي سبوستارس سولا كورسيا دي سينسترا. هنا بيقول تعلم الاشاره ممثله للسائقين اللي هم متجهين الى باري الانتقال الى الممر الايسر. عندي هنا برضو اللي عايز يروح باري هيت الممر الايسر على الشمال اقول له برضو فيرو. يعني على حسب اتجاهات السهم والبلدان اللي موجوده تقدر تكرر الاجابه فيرو ولا فالسو. سؤال كمان. السينيال رافيجراتو انديكا الكونديشنت ديريت دي اباسكيرا ديسبوستارس سولا كورسيا دي ديسترا. برضه نفس الكلام السائق اللي هو متجه الى باسكيرا عليه ان هو ياخد او يدخل في الممر اللي هو على اليمين برضه هقول له فيرو اهو. السينيال رافيجراتو ايبوست دوفي انكورا بوسيبلي كامبياري لا كورسيا دي كاناليزاسيوني. تعلم الاشاره الممثله انه يمكن الانتقال بين الممرات توجيه حركه السير بقول له فيرو، لان هنا طالما الخطوط ما زالت متقطعه يبقى تقدر ما زالت قدامك الفرصه انك تقدر تتنقل بين توتي دوا او الممرين الاثنين المتاحين اقول له برضه فيرو. نشوف بعد كده سؤال اخر. السينيال فيجراتو برافيزو اسينسترا اونا كيرفو بيركولوزو. هنا بقى اهو برافيزو اسينسترا اونا
كورفو، يبقى على طول هنا ما كملش بقية الكلام، اقف لغاية كده وهقول له فالسو، الإشارة بتقول إن في منحنى خطير على اليسار، الكلام ده غير صحيح، فالسو. السينيال رفيجراتو برافيزو سينسترا اونا كافالكافيا، سينسترا اونا كافالكافيا، كافالكافيا برضو اللي هي بتساوي بونتي او الجسر، برضو الكلام ده فالسو. السينيال رفيجراتو انديكا كي لا استرادا بربارا انتروتا، الطريق الموصل الى بارا مقطوع، طبعا برضو ان استرادا انتروتا فالسو، الكلام ده غير صحيح. السينيال الفيجاراتو برافيزو اونا اوبليجو دي انفرتيري السنسا دي مارشا، اوبليجو طبعا هنا ما فيش اوبليجو، على طول ان انت تعكس اتجاه السير، الكلام ده هيبقى برضو فالسو. السينيال رافيجاراتو انديكا الاوبليجو دي اسبورسا سور بصاري اديسترا، السينيال فجاتو انديكا دي سور بصاري اديسترا، طبعا هنا سور بصاري التجاوز، الاشاره برضو ما فيش فيها تجاوز سور بصاري ديسترا ولا سينسترا، يبقى برضو هقول له فالسو. السينيال رافيجاراتو برافيزو اديسترا اونا لونج ريتينو، اونا لونج ريتينو، يبقى هنا تعلم الإشارة الممثلة عن ممر مستقيم على اليمين، طبعا هنا ممر مستقيم على اليمين مفيش برضو هنا الكلام ده، يبقى هقول له فالسو، تمام كده. السينيال فيجاراتو إيبوستو سسترادا أوربانا، ندخل ونبص ونشوف استرادا أوربانا الخلفية بيضة، يبقى فيرو. السينيال فيجاراتو إن الاسترادا أوربانا إيبو بيو كورسية كونسنتي دي ان ماتيراس، ان الكورسية دي كاناليزاسيوني، هنا بيقول ان الاشارة الممثلة بتسمح او الاشارة الممثلة المتواجدة بتسمح بالمتواجدة على طرق ذات ممرات متعددة، عندي اكتر من مرة تلاقي كورسية اهوت، بالدخول في ممرات توجيه حركة السير، اقول له برضو فيرو، يبقى هنا في عندي ممرات متعددة وبتسمح لي ان انا ادخل في هذه الممرات او في اتجاهات حركة السير، فيرو. السينيال فيجاراتو انديكا الكونديشن دي دريت دي لاكوليتا توريستيك دي المتراس ان الكورسية دي اي ميزي، السائقين او الناس اللي هم الاشارة الممثلة بتقول ان السائقين المتجهين الى المناطق السياحية عليهم الدخول في الممر اللي هو كورسية ديلميتزي، الممر الأوسط كورسية شنترالي، أقول له فيرو. السينيال فيجاراتو إنديكا الكونديشنت دريت دي تيرن دي ماتيراس إن الكورسية دي سينسترا، الناس اللي هم أو السائقين المتجهين إلى تيرن عليهم الدخول للممر الأيسر، برضو أقول له فيرو، على حسب اسم البلدة واتجاه السهم تقدر تكرر إجابة فيرو ولا فالسو. السينيال فيجاراتو إنديكا الكونديشنت دريت الشنترو دي شيتا وكباري لكورسية ديسترا، الكورسية ديسترا الممر اللي على الأيمن أهوت للي عايز يوصل للشنترو وسط المدينة، أقول له برضو فيرو. السينيال فيجاراتو انديكا كي لا استرادا برتيرن اي انتروت، نفس الكلام برضو تقول الاشاره ممثله بتعلم ان الطريق الا تيرن مقطوع، طبعا الاجابه برضو هقول له فالسو. السينيال رافيجاراتو انديكا كي نون سيبو كامبياري الكرسية، طبعا الاجابه هتبقى فالسو، الاشاره ممثله بتقول انه لم يعد من الممكن تغيير ممرات، اقول له فالسو، لان هنا طول ما الخطوط متقطعه ممكن تقدر تغير بين الثلاث ممرات، يبقى 18 فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا كي تيرن سي تروفانو 500 متر دوبو افيري افيتواتو لاس فولتا، تعلم الاشاره الممثله ان تيرن توجد على مسافه 500 متر بعد الانعطاف، طبعا هنا ما عنديش عدد الكيلومترات او المسافه اللي بتتواجد عليها تيرن عند الانعطاف سينسترا، يبقى هقول له فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا ان الكرسيه لاتورالي دي انفنتيري سينسا دي مارشا، انفرتيري سينسا دي مارشا يعني بيقول لي تعلم الاشاره الممثله انه يجب عكس اتجاه السير على الممرات الجانبيه، طبعا الاجابه برضو هتبقى فالسو، ما فيش عكس اتجاهات السير، فالسو. السينيال رافيجاراتو برافيزو ونانكروتشو اوتوسترادالي، نانكروتشو اوتوسترادالي طبعا لازم تكون الخلفيه باللون الاخضر، الفوندو
فيردا، طالما الفوندو فيردا يبقى اوتوسترادا، لكن الفوندو بيانكو يبقى خلفية على الطرق الرئيسية داخل المدينة، استرادا اوربانا يبقى فالسو. السينيال الفيجاراتو اندكا كومي راجون جاري اونا باركيجو، تعلم الاشاره ممثله عن كيفيه الدخول او الوصول الى باركيجو موقف، طبعا هقول له فالسو. ده كان اخر سؤال معانا النهارده في السينيال دي بيرسلسيوني، اشاره الاختيار المسبق اما على استرادا اوربانا او على استرادا اكستوربانا. إشارة اختيار مسبق إما على الطرق الرئيسية داخل المدينة أو على الطرق الرئيسية خارج المدينة. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.